أسوي بعض المبادرات أنا لمساعدة النساء، وبعد كده كنت في الأمم المتحدة سفيرة النوايا الحسنة، وأيضا اشتغلت مع الوليد بن طلال في مؤسسته شركة أول شيء المملكة، وبعدين في المؤسسة الخيرية اللي بديناها سوا. العمل التنموي محتاج إنسان يكون حقيقة على ثقافة عالية جدا، إنسان يحب الاطلاع على كل ما بيصير في العالم، إنسان عنده فهم عالي وأيضا عملي. لو كان في بزنس باكراوند يكون كمان أحسن، لأنه حقيقة من الأشياء للأسف أصابت العمل التنموي يعني بالإحباط إنه بننظر له نظرة خيرية، لازم ننظر له كبرايفت بزنس، كأنه يعني عمل خاص، عشان نستطيع دائما إنه نساعده ينمو ويتغير ويأدابت للمتغيرات الاجتماعية. التنمية المستدامة طبعا هي الإت وورد الآن، كل أحد يبغى الاستدامة، كل إنسان، كل شركة، كل عمل، لكن له يعني مواصفات خاصة. فمثلا لما يقول لك عمل مستدام، جزء منه إنه هل العمل هذا يستطيع إنه يكون يساعد المجتمع للتغير نحو الأحسن بطريقة مستدامة، فهو العمل نفسه والتغيير. تاني شيء، هل الإمكانيات الإنفاق على هذا العمل هتكون مستدامة، فمثلا زي الأوقاف، زي الإنداومنتس في العالم الغربي. ثالث شيء، لما بتكلم عن الشركات الخاصة والعمل المستدام فيها، هل التغيير في الشركة نفسها الخاصة في المسؤولية الاجتماعية أصبح من نفس كيان الشركة، فمثلا إنه طريقة معاملتهم لموظفينهم أو إعطائهم الوقت للتطوع، أو هذا الشيء صار جزء من الدي إن إيه أو الحمض النووي حق الشركة، فيستدام هذا العمل والتغيير من داخل الشركة لخارج ومساعدة المجتمع. من أهم الشروط حقيقة اللي لازم يأخذوا بالهم منها الناس اللي بيعطوا المنح للمؤسسات الخيرية الكبيرة، إنه يشترطوا تبادل الخبرات عشان إنهم يكملوا المنحة. ليش؟ لأنه إحنا نبغى نخلي المجتمعات المحلية تستطيع أنها تقوم بكل العمل من ألف لياء، وفي الأخير إنه نبدأ نعطيها هي المنح هذه، لأنه التكلفة بتكون عالية جدا لما بنتنقل من شركة كبيرة أو مؤسسة كبيرة للشركة الأصغر المحلية على أرض الواقع، فبينهدر كثير من الفلوس على هذه الأشياء. فأتمنى إنه هذه النقطة تكون من النقط اللي يهتموا فيها. من غير التعليم، من غير إصلاح التعليم، ما حينصلح شيء، حيكون كل العمل اللي بتسويه وقتي، لأنه من جنريشن لأخرى بعد 10 سنين أي شيء بنيتيه بينهدم. لكن أيضا يعني لازم الواحد يتذكر إنه المؤسسات العلمية في الخارج بتهتم بالتعليم، بتهتم بالأبحاث، ومن غير الاهتمام هذا إحنا إذا ما قدرنا ننقله لعالمنا إحنا ما حنستطيع إنه نتطور. إدارتنا للأزمات ما مفروض تكون إغاثية فقط، لابد يكون في حلول سياسية وحلول تعليمية، لأنه ما نطلعين من هذه الدوارة إذا ما سوينا هذا الشيء. كثير من الأحيان اللي بيصير إنه من كثر الاحتياجات الواحد ما يصير يقدر يقول لا، لأنه ناس بيعانوا، ناس بيموتوا، ناس مرضى، ناس بيتاخد بيوتهم، ناس لاجئين، فالعاطفة بتضغى. لكن الواحد لابد إنه يعرف إنه عنده هدف أهم، اللي هو كيف أستطيع إني أقدم الخدمات المتكاملة في شيء ما لإنسان ما محتاجني. لما بتتشتت الخبرات، بتتشتت الموارد، وبيصير ما بتشوف أي أثر حقيقة للعمل اللي أنت بتسويه. معظم المؤسسات الخيرية مفروض أنهم يركزوا على شيء واحد فقط عشان يستطيعوا أنهم يسووا بطريقة كويسة، يتعلموا وأيضا يعملوا سكيلينج. لما قررت أني أدخل العمل التنموي، ما توقعت للأسف أنه نوعية الكفاءات اللي بتشتغل في العمل ما هي على قده. فمن أهم الأشياء اللي اكتشفناها أنه لابد أنه تساعد الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذه المؤسسات أنهم ينمو، عن طريق السيمينارات، عن طريق التدريس، عن طريق الماجستير، أو حتى مرات في بعض الأحيان أنهم يدخلوا ياخذوا أصلاً بكالوريوس، وتحاول أنك توجههم كيف يستطيعوا يتعلموا أنه العالم كله بيمشي بسرعة هائلة في العمل التنموي، وأنه إحنا ما زلنا ساعد واحد إنسان محتاج، أو ساعد شوية مشاكل تنحل، إنه لا، إحنا ممكن حقيقة نسوي نقلة نوعية لو سويناها.
الموقع هو حقيقة كنا بننظر إنه إيش المشاكل اللي بتعاني منها المرأة عشان تحصل على وظيفة. جزء منها إنه ألين ما تحصل على الوظيفة المناسبة لازم تمر بمراحل كثير للمقابلات الشخصية، التعامل مع الريكروتمنت ايجنسي. فإحنا حاولنا إنه نعمل كل شيء أونلاين عشان نساعدها ألين ما حقيقة توصل للوظيفة المناسبة وتروح فقط لآخر مقابلة شخصية عشان نتأكد من ملائمتها للعمل، وبعد كده هي يعني تستمر. طبعاً في مؤسسات محلية رائعة جداً وبتحاول إنها تطور من نفسها وبتطور من الكوادر اللي فيها وبتطور القادة اللي فيها، وفي مؤسسات طبعاً لا. فالواحد ما يقدر دائماً يتكلم على المؤسسات المحلية بشكل عام. أهم مشروع أنا مهتمة فيه شخصياً هو ترجمة الدوريات العلمية للعربي. بالنسبة لي هذا أهم عمل حسويه في حياتي، لأنه هو شيء محتاجينه، وكل الدول اللي بتحترم نفسها بتوفر لطلبتها في الجامعة الدوريات العلمية بلغتهم، بتترجم لكل اللغات. حتى في السويدن بتترجم، هم كلهم 5 مليون، وإحنا في العالم العربي للأسف ما زلنا يا إنه يجينا الترجمة بعد 10 سنين فتكون تقريباً يعني irrelevant، أو إنه ما بترجم أصلاً، فالطلبة بيروحوا وبيطلعوا للعالم الحقيقي والعمل وهم ما هم مستعدين وما هم عارفين إيش بيصير حوالينهم، وأيضاً بيصير ما عندهم أي رغبة إنهم يكملوا هذه الأبحاث أو إنهم يتعرفوا على إيش اللي بيصير في العالم. من الأشياء الجميلة اللي صارت في السعودية إنه بعد سيول جدة، لما الشباب قاموا وساعدوا في الإغاثة ويساعدوا في توصيل المعونات للناس اللي تضرروا بعد كده، انه صار في حركة في السعودية للتطور. شبابنا ما شاء الله تبارك الله عليه حاسس بالمسؤولية، وانه اصبح جزء من حياته، فالعمل مو تطوع، اصبح هو عمل تطوع لتحسين وتطوير البحث. الانسان لما بيعيش لشيء اكبر منه واسمى منه بيعيش حياة اسعد كتير. والعمل الخير ان كان تطوع أو إن كان عملك هو نفسه أو إن كان جزء من الحمض النووي حق الشركة الخاصة اللي أنت بتشتغل فيها، لما بتاخد بالك وبتطوع وبتسوي هذه الأشياء للمجتمع حياتك بتصير أحسن. يعني تساعد الناس وبتساعد نفسك، إيش أحسن من كده؟